كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، الفتره دي فتره ضغط المباريات الجامده، انت ما بتبصش على الاداء قد ما بتبص على النتائج، قد ما بتبص على انك تطلع من الملعب، تطلع من الماتش بالثلاثه بونت ومش خسران حتى حد من اللعيبه بتاعتك، لان العمليه يعني مش مستحقه ومش مستاهله ومش قادرين نستحمل اكتر من كده. زي ما اتفقنا في الاستوديو اللي فات انك انت ما فيش شك اي فرقه بتدور على لعب اداء جيد ونتيجه جيده، لكن في احيانا بتبص للنتائج بصرف النظر عن الاداء، ازاي تعرف يعني من اين يؤكل الكتف زي ما بيقولوا، ازاي تعرف تخلص المباريات. المباراه اللي فاتت الشوط الاولاني كان ممتاز اداء ونتيجه، يعني قدرنا نجيب جونين في اول دقيقتين، ودي حاجه يعني في الكره حتى في العالم كله صعبه انك انت في الدقيقه ما كملناش الدقيقه الاولى كان هدف، والدقيقه الثانيه كان الهدف الثاني، بس الاداء كان جيد. يمكن الشوط الثاني الاداء قل نسبيا للمحافظه على الفرق الهدفين، وبرده تغييرات كتيره حصلت، يمكن شويه ما ادتش بانسجام مع الفرقه زي الناس اللي كانت بتلعب الشوط الاولاني، لكن الشوط الاولاني الماتش اللي فات كان اداء ونتيجه. النهارده الماتش المصري هيبقى فيه شبه من ماتش انبي، ولكن فرقه المصري عندها امكانيات في النواحي الهجوميه هايله، بالذات في الاطراف. احمد شديد واحمد رفعت في الجبهه الشمال، كريم العراقي وعمر كمال في الناحيه اليمين. بيلعبوا في الاطراف كويس وعندهم سرعات ولعيبه كوره، يعني هم الاربعه بيعرفوا يلعبوا. وعمر بيكمل ويجيب جوال كمان، ده تاني هداف الدوري. جايب 8 اهداف، يعني عمر يمكن اعلى سنه جاب فيها اهداف، يمكن كان بيجيب اهداف اقل من كده السنوات اللي فاتت، لكن هو من اكتر الناس المهمه في فرقه النادي المصري. فاقصد ان الاجناب عندهم كويسه، سواء الباكين او الاثنين الاجنحه. فزي ما اتكلمنا الماتش اللي فات انه على حسين الشحات ومحمود كهربا اللي هم الجناحين بتوعنا، زي ما بيقوموا بالواجبات الهجوميه وليهم دور ومؤثر، وخاصه حسين الشحات بقى له ماتشين ماشي بشكل كويس وبيجيب اجوان، يعني حالته اتحسنت عن فترات قبل كده، لابد مسانده احمد نبيل كوكا ورمضان بكر. صح. لان الشوط الثاني في ماتش انبي اتسابوا، ما بقوش متساندين كويس، واضطر مستر موسيماني يغير كهربا واحمد نبيل اتضغط عليه كتير. صحيح. لما نزل علي فوزي وكمان كريم فؤاد لعب ناحيته. فاتمنى ان شاء الله النهارده البدايه تبقى جيده زي مباراه انبي ان شاء الله، وفي نفس الوقت انت عايز تكسب، لكن مش معنى كده انك انت تبيع نفسك في منطقه وسط الملعب او في المنطقه الخلفيه. صحيح. فنتمنى ان يبقى يحصل التوازن ده ونقدر نكسب النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين.